في اليوم الثالث من العدوان الغاشم على قطاع غزة نقوم بتجهيز السلال الغذائية ليتم توزيعها على الأسر المتضررة في قطاع غزة جراء هذا العدوان الغاشم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في مؤسسة كاسي ومتبرعيها الكرام على هذا الدعم الذي جاء كاستجابة عاجلة لهذه الأسر والذين هم بحاجة له، كما والناشد أهل الخير في دولة أندونيسيا الشقيق للمواصلة في دعم إخواننا وأهلنا في قطاع غزة لنكون سنداً وعوناً لهم. نقوم الآن بتسيير قافلة الطرود الغذائية لتصل إلى الأسر المتضررة إثر العدوان الغاشم على قطاع غزة وخصوصاً إلى الجرحى. نسأل الله عز وجل أن يبارك في مؤسسة كاسي ومتبرعيها الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المؤسسة. شكراً مؤسسة كاسي.